السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج حديثك من توني. برنامجنا هو عندنا مقالب ومقالبنا مغلفيها. قبل لا يكون مقلب عندنا تجربة اجتماعية حابين انتم تشوفوها، لكن بعد الفاصل راح تشوفون ويانا مقالب وفقرات تجنن. خليكم ويانا. بعد عملية البحث الطويلة شفنا هاي العائلة قاعدين هنا، خلونا ندس طيبة عليهم حتى نشوف ردة فعلهم من يعيشون تجربة الابتزاز الالكتروني. حلو، خوش قاعد قاعدة. نعم، من انتي؟ لا والله من خبرك. شلش قاعدة يا حبيبي؟ لا والله، وهاي انا منتصل عليك وتطيني رفض اخر شي سويته طيران. لا حبيبتي، منين تعرفوا؟ منين تعرفيني انتي؟ شنو هسه طبيت علي؟ شنو؟ زوجة حبيبتي. زوجك؟ زوجي. صدق هاي زوجتك؟ طبيت علي شنو؟ لا فهمني. لا انت طبيت علي شنو هسه؟ طبيت عليك حبيبي ومتواعدين انا وياك وجايب لي وحده من مين؟ مالش بالزوراء؟ اي انت مالش طبعا بالزوراء؟ هذا هو اصلا هذا مكاني. انت؟ اي اني. ما ترضين. شبيه يابا؟ شنو جاي تتبلي؟ حتروح لواحد غير. شبيه تبلي؟ انا ويني وين؟ هاي السوالف شنو هاي السالفة؟ حبيبي تروح لواحد غير. اوه هاي السوالف مو علي يا رحمة اهلك. لا حبيبتي متواعدين انا ويا بالزوراء تمام؟ اوكي انا اسامحك. شلون توعدت وياك؟ شلون توعدت وياك؟ شلون توعدت وياك؟ راح اسامحك شلون طفلة بقد بنتي وروح شوفي لي صغير درب حبيبتي. يلا تفضلي. ليش يا ابي؟ ترى حبيبي خاف من عدة يجوز. اوكي حبيبتي عزيزتي تصرف حبيبي عوف هاي السوالف كلها لها استشاره قدام العالم. شيريني هاي اني مخبله. يعني ما عندك مخبله. يعني ما عندك مخبله. زين شلون واحد؟ حبيبتي حبيبي حبيبي نزلي ايدي فتح وياي. نزلي ايدي فتح وياي. ما ارد اخلي عقلي وياي. كبيره مو صغيره عمري 50 سنه. كبيره؟ ما تشوفين اذا يحب عليك؟ يحب علي؟ ايه لان انت كبيره. طبعا انا شبيه لعد. يا الله شبيه حبيبي ما عجبتك؟ اي فدوه. شنو؟ طبعا لعد ها والصور. حبيبتي الله عليك، حبيبتي زوجت مقصره وياي بالبيت، حبيبتي ما تبكيج، حبيبتي ما اعرف شلون يجي. طلعي تليفوني. ما طفش الحين. طلعي تليفوني. طفش الحين. طلعي تليفوني. حبيبتي طلعي تليفوني. طلعي تليفوني. مين هاي؟ احكي وياي مين هاي؟ زوجتك العدالة شنو؟ انتي؟ انا شنو؟ والله ما اعرف. تعرفها؟ لا. اكيد. شبيها الشوكولات؟ ما عاجبتك حضرتك؟ دقيقة تمام. يلا روح منه. انا ما ادري. ليش؟ روح منه. تخاف من عندها؟ لا مو اخاف. والله تخاف؟ لا ما اخاف. او انت اقول لك كانت تطب عليك الغرفة تسد التليفون بخيقتي. شنو عايشة وياك انت؟ اي والله شبيك؟ عايشة وياك انت؟ طبعا غير انا صار لي 6 شهور ياكلة. لا لا زين اوكي. ليش كذاب؟ ايش وعدتك هنا وين جاي شلون يوعدك؟ ما اعرف. قال لي راح اروح انا وصديقي. من ما جاوبني؟ اسمعي من ما جاوبني؟ قلت انا اكيد راح للزهراء هو صديقه. هذا المكان مكان. المطلوب شنو؟ المطلوب هو حبيبي عوفي. خلاص اوكي حبيبتي هو زوجي. روح منا لا شيلك ورقه بالقاع حبيبتي. روحي انا اخلاق ما تسمح. استاذ استاذ حق ليش؟ شوفوا ترى لساني انا هم لساني طويل واقدر اناسع يطول من العالم عليك. فهمتي؟ واخري 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 انا ما اقدر ادفع خافه ودفعك بدفعه وتوقعين تموتي. بابا انت ما لك علاقه. ايش تدخل؟ تردين تنضربين؟ زوجتك تردين تنضربين؟ تردين تنضربين؟ اضرب ليش؟ اتردين اضربك؟ على شنو؟ لا علي ما تضربني. يعني ما اعرف ليش انا شبيه انا شو كتلت نفسك علي وحق الله لم العالم كلها عليك هسه. شو اقولهم؟ نصب علي يا حبيبتي يضحك علي على شنو؟ لا حياتي لا والله العظيم هسه الدنيا عليكم. هاي الاشكال هاي الاشكال حبوها عليك حبيبتي. هو حقه 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 خطيه. انت حبيبتي انت مقصره وياه اصلا. انت مقصره وياه. انا ما انقهر. ليش؟ فروحي لا شيش ولا كيش بالقاع رجعني. يلا خطيه والله يضحك عليها. اوه يسود علي خطيه. هي مرتك؟ حلو حبيبتي. هاي مرتك تقول لي مقصره وياي؟ طبعا شو مقصره وياي؟ والله العظيم تخاف من عندها. والله العظيم تخاف. طبعا انت عشان شنو حضرتك؟ شنو حبيبتي؟ انا جاي مستطرقه منه ودا اسمع الحكي. مستطرقه انا وزوجي. انت حبيبي هو حبيبي وقال لي انا صديقه رايحين للزوراء. اتصل اتصل سوى طيران تمام؟ هسه من جيت لقيته قاعد ويا هاي المره.
الحجية. اوكي لا حياتي بجد امك لا حياتي اوكي تمام. يعني هو ضاحك علي ضاحك علي ويقولون زوجتي هسه زوجتي يعني مو شنو شنو يا حبيبي هسه اليوم افضحك قدام زوجتك تمام. معقول انت يا 24 ساعه يتواصلوا يا الفي والله مع هسه المطلوب حبيبي شنو المطلوب خلاص عوفي عوفي ترى ما عندي مانع يلا عوفي اذا كلامك ثبتي لي شيء هسه انزعج يلا طلعوا موبايله طلعوا موبايله بعد 100 سنه لو يصير عمري 100 سنه وانا بنت هو ضاحك علي وضاحك علي شنو الدليل امك وشنو ام احمد انت ام احمد انا زوجته صار لي 35 سنه اي ادري يعني يعني والله انا ما اروح قالت لك انا حل موضوعي حل موضوعي حل موضوعي انا استخلاقي ما تسمح لي اشيل ورقعها بالقاع ليش يا ابي على شنو ليش زوجك غلطان حبيبتي طبعا صار له 6 شهور وياي ليش تحبين الرجال صار له 6 شهور وياي يعني عمرك تحبين ليش انت مو طفله بعدش ليش عادي طفله بكيف يجوز يلا خلاص عاد انت ضحكت علي لا حبيبي تراني لا اضحك عليك اوكي ليش مو تصرف علي عيب هاي السوالف عيب هاي السوالف المفروض عايزين وياك يلا حل موضوعي تعبت انا يلا ماكو هيك شيء ليش ماكو هيك شيء ليش ماكو هيك شيء زين خد تعطيني دليل اي تمام موبايلي خلصان شحن والله خلص شحن طلعوا موبايله وطلعوا محادثه اعطيني موبايلك بلا زحمه دقيقة ما صدق هاي مخطية هاي وهاي مرتك تقول لا ما اروح لا ما اروح منها لا الولد دا يدافع لي اصلا دا يدافع لي ما اروح راح يلا صدقت انت عصابه شنو لا عصابه لا حبيبتي تدمر علي شنو تدمر علي شنو تضحك على البنيه يلا ضحك على البنيه ليش ضحك على البنيه هو ضحك عليها انا سالي الدليل اريد دليل صغير دليل صغير هي تكون عندي هي معبرها اوكي بس يخاف من عندها السلام عليكم اخواني طيب المجال حبيبي السلام عليكم السلام عليكم حبيبي شلون الصحه شفتي ويانا بتشرف اجتماعيه سمعونا صفقه السلام عليكم اختي العزيزه السلام ورحمه الله شلون الصحه شو اخبارك عم تتعارك انت هذا مشكلتي انت مشكلتي عمي لا مو قصه مشكلتي بس يعني واحد تجي تهمه وهو قاعد ويا زوجته ويجي هذا المن هذا لي ها يلا استريحي شلون الصحه شو اخبارك تعرف اليوم عمليات الابتزاز الالكتروني موجوده صح لو لا شنو رايك من جد طيبه قالت لك انت داز لصوري انا دازت لك صوري وانت داز صورها يعني هو موقف صعب يعني موقف صعب كلش صعب يعني مو ما جاي اتصور بين انا وزوجتي وتقول انت ما عدني بالزوره وانا اجيب زوجتي بهذا اليوم للزوره على مود واعد بنيه ثانيه شنو الموقف راح يصير ثاني شيء يعني هي طبتها البنيه غريبه يعني صارت علي زوجتي خلنا نحكي ويا اختنا هو يخون لو ما يخون يعني ويلي يعني سمعوا الصفقه ابو هيثم مو ابو ليث ابو ليث ومليث سمعوني احلى صفقه لهم خلينا نقوم تعبان ما بك حيل من المشاكل ابو ليث الغالي حبيبي بس تعال يلا انا يمك لا هنا اوقف هنا ابو ليث حبيبي شنو اللي شفته ابو مليث حبيتها وتزوجتها شو المواصفات اللي عندها هاي امي حنينه هي حنينه باع الكلام الكبير اي والله حلها اموت عليها علاقة حب وزوجته لو زواج تقليدي؟ لا علاقة حب علاقة حب كم سنة؟ ثلاث سنين شو تقول لها هسه لأم ليث؟ أموت عليها باو عليها أموت عليك شو تقول لها لأبو ليث؟ يعني لولا هو بالحياة يعني ما لي وجود وما أعيش بليها حبينه؟ هذا يوم من الأيام هذا يوم من الأيام شوف احنا الزلم شوية نحب الخيانة شوية مو طيبة لولا شوية نحب الخيانة هذا يوم من الأيام أبو ليث كشفتيه هو خاين مصادق وحدة شلون طيبة عنده علاقة وياهم مراسلات شنو راح تسوي مليث إذا قال لي يعني حسيت يعني قال لي أسامحه عادي يعني سبورتية شنو هاي جديدة هاي مال إذا قال لي لا مرات يعني يسولف لي هواي سوالف تصير يسولف لي يقول لي هيك مر بيه موقف أنا أقبل يعني أرضى يقول أقول هو حبيبي ما هي خانك يوم من الأيام أكيد هاي شنو أكيد 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 والله كم مرة خانك أعطيتيه فرصة إي أحبه ما أقدر أعرفه مهما يسوي ما عوفه ما اقدر شنو هذا الحب يا ريت لو كل هذا يا ريت لو كل النسوان يا ريت لو كل النسوان مثل ام ليث انا اردخوني ثلاث مرات واربع مرات اذا المهم ترجع المهم حبيبي انا احبه شي سوي خليه سوي انا احبه الله
الله والله ما اعرف ايش اقول انا اليوم حقيقه، يعني هاي مو مجامله لو كلام يعني مصطنع لو شيء، هاي حقيقه بلي انا ما اعيش، ولولا وجوده بالحياه انا ما احس بالحياه، احبه واحبه. الله يحفظكم ان شاء الله. شنو هذا الحب؟ محضر لكم مفاجاه، لكن هاي المفاجاه ما اسلمكم اياها، ناخذ فاصل ويستلمون الجائزه بيت ابو ليلى. شباب شكرا لكم. الغالي ابو ليث شلونك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. فرحانين بك الشباب. الله يسلمك. وسمعوك معزوفه على مود الهديه، هاي لا هاي لك على مود الهديه. الله يسلمك حبيبي ويحفظهم. ما هذا الحلو؟ اسد. اسد شلونك؟ زين. اسد انت برشلونه ولا ريالي؟ ريالي بعد ابو. ريالي العطيبه برشلونيه، شلون تتراهم من ويا اسد اليوم؟ باريسي مو ريالي. هو باريسي مو ريالي. الغاليه خليني اقول لكم، اسد عفوا ليث ليث ماكم أسد، إيش تتوقعين اليوم يكون شنو هي الجائزة؟ والله المهم هي جائزة، أنا أحب الهدايا بكل الأحوال يعني. أم ليث تقول أنا أحب الهدايا بكل الأحوال، أنا أحب الهدايا. شو مخلص دراسة؟ أنا معهد سياحة. حلو. شلونك بالأسئلة؟ أم ليث شو مخلصة دراسة؟ أنا إعدادية. بالأسئلة شلونكم زينين؟ أوكي يلا. عندي أسئلة، إذا جاوبتوا على السؤال تربحون وياي هدية، إذا ما جاوبتوا على السؤال يعني نقدر شوي اليوم نساعدكم. أوكي شو خايف؟ لا ليش؟ طيب لا زحمة. يلا يلا، من يسحب أنت اليوم ليث؟ لا أسد. أسد؟ هلا بأسد، هلا هلا بأسد. يلا قرا لي هذا السؤال. يلا يلا. ادفع مبلغ. شوف صوت عالي. 100,000 دينار واستلم جائزة رقم 2. اوكي. حلو. يلا السؤال يقول ادفع 100,000 دينار واستلم جائزة رقم 2. يلا. شايل فلوس؟ اي شايل. قد شايل؟ استاذوني استاذوني انا من ساعه سمعت مليت تقول لي اختار رقم 10 اختار رقم 10. ايوه تحب الارقام الزوجيه. يلا رقم 10 فاحنا راح نغيرها لك من 2 ل 10 لان هي رادتها ترى. يلا شايل فلوس؟ اي شايل. لا انزعلتش طبعا. يلا قد اعطيك 100 يطلع كيلو ذهب. طيب بلا زحمه حابين الذهب. ام اسد ومليت 90 10 20 30 40 50 60 70 80. هاي 90 لازم 100. ما عندي 10 بعد منين اجي هاي؟ بس اللي عندي بس هاي 90 شايلها. ايوه. هاي جاي للزوراء. زين شو راح ترجعون؟ عندي سياره. عندي سياره وجايب اسد وعايف ليث بالبيت. قليله 90 7 على 10 ما عندي. ما شايل بدك تليفون شيء. يلا وين ساق العجله؟ يلا يلا هاي 90 لازم 100 هي بس مشينا اياها. يلا هاي واقع على العين. يلا يلا يا رقم قلت 10 10 يلا نزلنا رقم 10. يلا خيرات فرح العالم. تتوقعين؟ يلا بيناتكم تفتحون الهدية. يلا أم ليث وأبو ليث يلا ساعدي. يلا توقع بلازمة؟ ايش تتوقعين طيبة شنو هاي؟ يمكن بلازمة. بلازمة يلا إن شاء الله بلازمة. هي شكلها مال بلازمة بس هو خفيفة ما أدري بس هو أكو أرقام. ايش عجب رقم 10؟ حب الزوج. حب الزوج. من الساعة سمعتها صيح علي 10 10 10 10 هاي مو بيدك الخيارات، بيد الداخلية. ايه. بيد المرأة خفيفة. يلا يلا خلنا نساعدكم ان شاء الله تسوي. هاي بلازمه مبين والله. لا مو بلازمه هاي يمكن.
لا خفيفه مو مال بلازمه يجوز بطنها فد شيء. تعال ساعدي انت لازم يجوز يجوز. هذه بالدولار تبين الفلوس؟ طبعا لك واحد يحب الفلوس. لا شوف هاي خفيفه لو بيها فلوس. هذه خاف ثلاجه. وين هاي ثلاجه هاي؟ نسيت. يلا ألف 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 مبروك. ألف ألف مبروك. دقيقة. تتوقع شنو هاي؟ ذهب ذهب ما بيها مجال. تتوقع شنو هاي؟ ذهب. والله ما أعرف. تتوقعين؟ فد نحبس ذهب. النسواني مو تنعى الذهب. تعال هنا يا تعال 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 تعال. هذا ذهب لو برازيلي؟ هذا ذهب وهذا شنو؟ وذن شو اللي بتوت؟ هذا كله ذهب. أنت ذهب يا الغالي أم ليل. أكيد أكيد. يلا يلا افتح الهدية. غمض عيونك لازم. يلا يلا. هذه اللحظات الصعبة مو؟ قمضي دقيقة. غمضي 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 غمضي. ما نحب المفاجآت. يلا ألف 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 مبروك. وعندك سيارة؟ الله سبحان الله. شنو عندك؟ عندي سيارة بالبوش. تاكسي؟ سيارة ما سيارة ما تاكسي. شنو سيارتك؟ تاكسي؟ سنتاف يعني. اي اوه حلو سنتافيا خلي بيها انا مو التاكسي تشتغل فيها تاكسي ولا لا شلون يصير هي شنو يعني انا هاي هديتك هسه اي لا 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 بعد الهديه جوائز لا هاي هديه يجوز اكو بيها فلوس تحبين الفلوس ام ليث اي حظي انا اصيب بس مو يعني يطلب 100 ما كل شيء ما بيها هاي خلنا نشوف هل كبيها شيء بس دقيقه طيبه بلا زحمه خلنا نشوف استاذ توني فين الزحمه؟ فت سؤال يعني جواب هداياك هيك فارغه اطلب 5 10 مو تطلب 100 هاي الهدايا مو من يمي مو من يمك شنو انت اكيد مسويها هو البرنامج برنامجك بس استاذ مره خصتك ترى انت من ساعه قبل لها تقولي لي اختار رقم 10 انا ساعدتك وانت اختارتي اكو اكو مو احترامها اكو لا حبيبتي ليش ما انت باختياركم بس خلي مجال ام ليث اكو ارقام بيها جوائز غالية انت اختاريت رقم 10 كذاباني انا كذاب عيب هذا الكلام ام ليث ميسر عيب هذا الكلام عيب هذا الكلام انت اختاريتي اكو اشكال اكو فلوس اكو ذهب كل شيء ايه هذا حقك اطلب 10 اطلب 1000 مو تطلب 100 انا اختاريت رقم 10 انا مختار رقم 10 اعطيني مجال نزل ايدك بس مرخص بس مرخص نزيدك تعطيني فلوس من تحكي نزيدك انت تعطيني فلوس اعطيك لي فلوس اي اعطيني اعطيتك اياها للسايق والسايق راحوا بالكيف والتصوير سدي خلينا نحكي براحتك انا موقف التصوير انا موقف موقفين التصوير احنا مو على البيت بس هذا نصب استاذ يعني هذا نصب اللي اعطيتني الفلوس اي لك اعطيتك بدايه طيب طيب استاذ انا شعلي هذول هذول واحد انا واحد شلون واحد عيب هذا الكلام لا مو عيب لا مو تتعلم الجوائز مو انا مختار الجوائز هذا مو تتعلم رقم 10 نزيدك ام ليث عيب بس ليث اخيتي العزيزه انت اخيتي نزلي ايدك ام ليث توني اعطيك 100 بس نروح اذا لقينا هديه تاخذ ال 100 شنو قفاص انا كذاب انا هذا شنو العجز عيب هذا الكلام ابو ليث لا مو عيب ابو ليث عيب لا مو عيب ابو ليث عيب لا مو عيب خاف شيء روح خاطر شيء انا اقدر اشوفك اذا ما اروح شو تسوي؟ شنو يعني تتهدد عليه؟ غير توني هو وذا توني توني هذا توني لا على روح ترى ملاكم انا ها ملاكم زين بركن ما يعرفوك ملاكم انا ما قلت لك معروف قلت لك ملاكم انا انت ملاكم؟ يلا تعال يلا روح ابو ليث يلا تعال ولا توني توني لا تتجاوز توكل بالله ابو ليث لا اعطيني الفلوس توكل بالله ابو ليث اعطيني الفلوس ابو ليث توكل بالله اعطيني الفلوس يلا في مال الله مشاهدينا الكرام نرجع خلينا نرجع يلا 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 خلاص يلا نرجع يلا اعطيك فلوس بس خلنا نختم الحلقه وانطيك فلوسك لا شو انت تعطي فلوس لا على اساس بعدنا ما مصور انا هسه هسه درجه بعدنا ما مصور ما تعطيني اه طالع فاصل هسه درجه هاي جائزه شنو سايباني غير سياره عندك انت قلت ابو ليث هاي جائزه مو انا اختارت رقم 10 زوجتك اختارت احنا شو انت مو تقول انا حب رقم الزوجي يعني اتحداك هسه يلا استاذ يلا يلا استاذ اختم الحلقه خلي نروح بس الدفع 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 رجال الدفع ابو ليث الدفع ابو ليث مقلب ابو ليث مقلب مقلب هذا محمد على كلاهي ابو ليث الكبير والراقي ام ليث تقول المية وين؟ ام ليث المية؟ ما تجوز من مقالبك؟ انا لو المية بس قولي بداية 90 طينا 100 هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ كم شنو الهدية؟ غلسوا هاي الهدية عفوا ضمي تعال يا ابو ليث تعال فدول هاي الشيابات الله يحفظك بس انت احلى من يمن
مين؟ مليت. يلا خلينا نحسب الفلوس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طيب بس عشرة حتى يصيرون عدل 80 40 لك 40. لك شيء خمسة لك وخمسة. أنا الممنون أبو ليوث الغالي، أحلى صفقة سمعوني لأبو ليث ومليت. هاي عشرة صارت 100. هاي العشرة 90. طيب واسف حبيبي. أنا آسف من يمك. لا عمرك آسف. أنا خاف دفعتك وتجاوزت عليك. طيب ورائي. حبك أستاذ. وأنا أرجو المعذرة من يمك. أم ليث الغالية أرجو المعذرة. قدرنا سوري سوري يعني. هسه أنا بقى قبل أعطيكم هاي الهدية عندي سؤال، تجاوبون على السؤال أعطيكم الهدية. أوكي؟ كل شيء. لا لا والله هذا مو مقلب، أكو هدايا هنا ثمينة. أوكي؟ أنتم شفتوا ويانا بمقلبين، المقلب الأول هو كان تجربة اجتماعية من طيبة، والمقلب الثاني هو للفكاهة وللكوميديا، أيهما أجمل؟ مقلب لو مقلب طيبة؟ مقلب طيبة. مقلب طيبة. ها؟ آه. خيانة إلي. أوكي أوكي أوكي. شكراً شكراً حصل مشكلة، شكراً لك حبيبي. شكراً مليوتي. وباقيين مستمرين وياكم برنامجنا، شنو اسمه شباب؟ شو اسمه؟ هديتك من توني. بعد ما شفنا ردة فعل أبو ليث وأم ليث شلون كانت، شفنا هاي العائلة قاعدين هنا، خلونا ندس طيبة عليهم وهمين نختبر ردة فعلهم من يتعرضون للابتزاز الإلكتروني. هاي شنو؟ يوم حبيبي صالش قد ما شايفتك يوم فدوة ليش طلعت تشبهني يوم فدوة ليش شو تسوي مو حرام عليك؟ اعرفه ايش تعرفيني؟ شنو؟ اعرفه ايش تعرفيني؟ ها شو مسوين بابني؟ دقيقة شو مسوين بابني؟ وفر اعرف ايش تعرفيني؟ شو زوجته؟ بالقصر وياه بيبي شنو زوجته؟ ما اعرفه تعرفني؟ تعال ماما تعال تعال وخر انا اريد ابني وخر كذاب اخي شو كذاب؟ حبيبي بيناتهم اطفال وبيناتهم من البنات حبيبتي هذا ابني كذاب لا اعرف ولا تعرفني ابني اني لا تكذب لا تكذب لا اعرف ولا تعرف كذاب لا تكذب والدتك والدتي والدتك ما اعرف ولا تعرفيني يوم اقول لك شغله انا حبيبتك كذاب اكبر كذاب اكبر كذاب شنو كذاب؟ كذاب شنو؟ اخر لا تدفع وخر وخر لا ام العالم عليك هسه كذاب من العالم كذابة يا كذابة بيبي والله العظيم والله العظيم كذابة انا كنت احبه ويحبني ليش ها تخاف احكي لهم؟ قولي له خليك تخلي احكي لهم كذابة لا لا كذاب 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 يوم كذاب لا ماما لا والله لا يوم كذاب هو مو كذاب تدرين وين هددتم صوري؟ لا عيني ماما تقبلين انت تقبلين انت مرة كبيرة تخافين الله تقبليني هددتم وهيك علاقة ترى من علم عليك تعبت لو لا واخر لا هسه موتك واخر نديك واخر 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 لا هسه موتك والله يوم والله العظيم هسه من علم عليك شنو ايش فيك؟ شو تحس فيك؟ هسه على حالاتك؟ روح يلا ما يخاف يلا روح مو زين انا قبلت فيك يلا روحي يلا يلا من البنات اطفال لا عاد شلون تسمحي لي يضحك على بنات العالم شلون كذاب لا عاد تسمحي كذاب وخر وخر اذا كان موتك هسه يلا تروح يلا تروح من الكذابه تعال احكي وياي من الكذابه من الكذابه ما ادري ايش بهم بوط ايش بيك؟ حبيبتي شوف عيوني يضحك علي يضحك علي تدري ايش كم سنه؟ سبع سنوات بس وخر ايدك هاي هاي نزلها هاي ايدك نزلها نزلها اكسرها هسه ضحك علي انت ضحك علي عيب علي عيب علي ضحك علي دقيقه بس دقيقه 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 مقلب 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 مجال مقلب عود مقلب هذا عود مقلب عود بس اخبر مقلب يا عود انا مجال مقلب عود اوف يا تعال على شو اسمه منك الحجي اسف يوم اسف على يعني حبيبتي حبيبتي على الغاليه شنو هاي المشاكل عمي هذا مشكلتي
سمعونا صفقة لهم علاء والعلاء صفقة. وين شباب الفرقة الموسيقية شباب؟ اسفين من يمكم علاء. لا تسلمون قلبك. انا اسف ام علاء. والله انتم ولدي ولدي انتم على راسي. شفتوا ويانا بتجربة اجتماعية من نجتي من نجتي طيبة. قالت انا اعرف علاء. شكيت بعلاء انه يعرفها؟ لا بالعكس ما شكيت على هي تعرف. لا والله ما شكيت. زوجته واطفاله وهذا ما شكيت. يعني ما تشكين بعلاء هو يخون يدور نسوان؟ لا 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 لا, لا بالعكس انا ابني واعرفه. علاء؟ نعم. جيت طيبة عليك بنية حلوة يا مرتبة. شنو كانت فعلك؟ قلت لك انا اعرفك انت حبيبي ضربني بوري. والله هذا مجتمعنا تدري بهذا اكو هيك وشغلات تصير. أيه. وشباب وقع بهالشغلات. أيه. يعني صدقوهم ودخلت فيها العشاير وعشاير وكذا. شنو خطر ببالك من جيت طيبة عليك؟ ماكو شيء. ما عندي شيء. انا ما عندي هالشغله برضه. جاي يرتكبون علي هذول قفاصة. يا دي ما شاء الله. خليني اسالهم على ام علاء. باع على طيبة زين؟ فوق لي جواب. شنو رأيك بنسوان هاي الوقت؟ ابدعتم على ابدعتي. ابدعتي. زين هالوقت مو حلو. مو حلو طبيعي. مو حلو. والله مو حلو. ام علاء. طبعا. هسه هاي تعرف تخبز. اي اعرف. تعرف تسوي دولمة. اعرف لهم بيت. ما تعرف. لا يوم متزوجة وانا صغيرة. ما تعرف حتى متزوجة. لا لا لا. طيبة خلينا نسمع ام علاء شو تقول. ما تعرف. لا والله ما تعرف. شو تقولين نسوان هاي الوقت؟ لا والله عمي يخبزين يركبين كل شيء يسوون يعني. لا لا لا. شو توجهين رسالة النسوان هاي الوقت؟ هالوقت لا. لا والله يصير يعني مؤدبات يمشين يعني أيوة. زين لا يعرفون يعني خبزا لا يعرفون يسوون تمن اي والله ولا يعرفون يسوون دولمة كل شيء ما يعرفون صحيح كله جاهز لازم كله جاهز جاهز زين الرجال شو يصير اذا كله جاهز يجيب ام علاء سمعينا هيك شعر اغني يعني فشي سمعيني شو اي شيء ابدعتي والله على اغلب علاء تغني؟ كش ما اعرف هذا عندنا يرقص يا تعال قصنا تعال يلا 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 شباب يلا سمعونا معزوفة يلا شكرا لكم شباب يلا سمعونا مرت الثانيه مرت الثانيه شافوا يلا معزوفه مرت الثانيه لقى لقى يلا بعد بعد ابعد ابعد تمشي بلا زحمه تمشي المايك كمل 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 يلا كمل هاي كنا ثاني شرفت عيني شكرا اكو هديه يلا اكو هديه ضام لكم اياها لكن ناخذ فاصل ونكمل ويوم علاء وعلاء والله والدك شكرا شباب علاء شلونك؟ اهلا وسهلا علاء اكو هديه موجوده لك نعم تحب الهدايا؟ نعم ام علاء الغاليه اكو هديه تحبين الهدايا؟ طبعا اخوات ما يعمل هديه شو تحبين شنو بالهدايا مثلا شنو؟ والله تحب محبس ذهب اي شيء طيبه تموتين على الذهب نعم والله اوكي عندي اسئله اذا جاوبت على السؤال انطيك هديه اوكي شلونك بالاسئله؟ شو مخلص دراسة؟ أنا ما ثلاث متوسط شو مخلص صح حجية؟ خامس ابتدائي أيام قبل ماكو دراسة كان مو صح لو لا؟ أوكي طيبة بلا زحمة يلا يلا كيفك أنت الحجية؟ يلا دقيقة يلا اختار أوكي يلا افتحها واقرأ يلا ما هي نوع السيارة التي مشت على شارع مبلط في العراق؟ يلا نوع السيارة يلا ما هي نوع السيارة شنو نوع السيارة اللي مشت على شارع
مبلط بالعراق. أول سيارة، أول سيارة، أول سيارة. ما كانت نوع، ما هي نوع السيارة؟ لا أول سيارة لا. مو هذا شيء صار بتلاعب، ما هي نوع السيارة التي مشت على شارع مبلط في العراق؟ هسه هسه جزء هم خطانين هنا. أول سيارة طينا طينا بلا زحمة. أول سيارة، أول سيارة شنو نوع السيارة مثلا؟ يعني أي سيارة؟ لا أول سيارة مشت. أعطيني أول سيارة مشت. أول سيارة مشت. أول سيارة مشت. هو أي سيارة؟ لا لا قديمات. ايوه خلنا نسال الحجيه. ايه تعال تعال خلنا نجيب الحج. قلب الحجيه، الحجيه اليوم تجاوب. سمحوا صفقه الحجيه، يلا الحجيه راح تجاوبني. شو فهمك انت بالسياره؟ يا مولدي يا مولدي اوقف هنا اوقف. شو فهمك؟ يلا حجيه حبيبي. قديمات السيارات قديمات. ايه مثلا الباص. ايه شو اسمه خابر خابر واحد خابر سعيني. ايه الباص خابر. اي واحد الفالفو مش يسمونه اللقه هاي شو يسمونه؟ اي هاي فصل واجن سامع بيها طيب هالسياره؟ هاي لا والله مثلهم كارتون مثل ما قديمه متم اوتابو هاي شو اسمه؟ ايه ذني قديمه كراون القديمه سوبر هاي لاده. هاي مثل سماع لاده. لا هذا بي سؤال واحد. لا سؤال واللقه نسيتها وايد. لا هوايه سيارات قديمات هاي شو اسمها؟ اللي قلتيها هي خطا. كروني الكورونا اكيد القديمه. لا مصر مصر لازم لازم يتجاوب. الكورونا صحيح الكورونا. لا لا برازيلي. هاي السياره المشت المشت هاي القديمه. خليني اعطيكم خيار ثاني لان انا اليوم اريد افوزكم. تحبين الجوائز؟ اوكي. تحبين الذهب؟ لو السيارات لو الثلاجات اي شيء العام الله. اوكي اوكي. على سؤال خطا ما جاوبتونا على السؤال. أعرفها بس ناسيته والله ناسيته. أوكي. أعطيكم خيار ثاني. نعم. أوكي كم شهر طيبة بلا زحمة. الخيار الثاني شايل فلوس؟ نعم. قش شايل؟ يعني 75 شايل. أوكي. الخيار الثاني يقول ادفع 75,000 دينار وعندي أرقام من الجوائز. عندي من رقم 1 الرقم 15. أوكي. نعم. موافق؟ موافق. 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 موافقة حجية؟ اوكي يلا. ايش قش؟ اعطيني هسه 75. يلا يتفضل يمي استاذ حبيبي. استاذ تفضل يمي بلا زحمة. هذا سائق السيارة. يلا هاي 75. هاي تروح مو انه، هاي سائق السيارة. نعم. تنطيه إلى الفلوس وتسحب رقمه، اوكي؟ هاي لك ال 75 إلى بخشيش. من يمك؟ بعد كرامية كرامية 1000 2000. خمسة. هاي الخردة لا، هاي ال 2000 دينار. يلا يا رقم تختار؟ جمع آلاف. خيل حجة تختار؟ يا رقم؟ لا من أي رقم؟ من واحد إلى رقم؟ عشرة. عشرة، تسعة، 15، 16، 1، 2، 3، يا رقم كيف؟ يا رقم ببالك. 4، 5 براحتك. أكثر رقم تتفائلين بيه منو؟ أتفائل بيه. تسعة. 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 أوكي. شباب نزلوا لي رقم 9. هدية رقم 9. يلا هدية رقم 9 نزلوا لنا اياها شباب. يلا ايش عجب 9 ليش؟ ها؟ عجب يعني اجي على البال. اوكي خلوها هنا هدية رقم 9. يلا وين سمعوني الصفقة؟ الهدية رقم 9 الف مبروك ام علاء وعلاء. يلا الفرقة الموسيقية شباب تفضلوا يمي. ايش تتوقعين شنو هاي؟ تتوقع هاي؟ والله شكلها براد. ايش يعني؟ علاء يقول شكلها براد. علاء يلا نفتح الهديه. يلا ام علاء وعلاء يفتحوا الهديه. يلا يلا تفضلوا. والله شي جنعم والله نقول حياتي هي الهدايا. شي جنعم. يلا يلا بلشوا شباب. علاء شكرا شباب ام علاء. شو تتوقعين؟ تعال هنا تعال هنا يلا يمكن شنو يمكن براد. يلا يلا اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال حبيبي اعطيني مجال. يا الله يا الله. هيا فارغه على الاسف. هيا فارغه بلا زحمه علاء.
بلا زحمة تفضل. بس وين من الكاميرا؟ علاء هاي الهدية فارغة مع الأسف، مع الأسف يعني شو هو حظ، كل شيء بالحياة هو حظ طبعا، وهذا حظهم علاء اليوم مسكينة. الله يكون بعونك أم علاء، هو حظ ما محظوظين. بس صار فيها لعبة يا شباب. لا مو لعبة، أنا عندي أرقام من 1 إلى 15، أنا ما قلت لك اختار رقم 9، رقم 9 طلع لك. أوكي لو لا؟ أوكي حبيبي؟ حتى نكون عندنا مصداقية، أهم شيء يكون بالعمل أكو مصداقية، بكل الحياة، إذا ماكو مصداقية إحنا ما ننجح وما نتوفق. ها؟ ماكو مصداقية عندك. ليش؟ ليش؟ أنا أقول لك ماكو مصداقية. أنا ما عندي مصداقية. أنت كذاب. أنا كذاب. لا لا رجاء لا 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 لا. ليش ليش؟ عيب عيب لا تتجاوز. عيب لا تتجاوز. عيب لا تتجاوز. لا تتجاوز. لا تتجاوز. لا تتجاوز. لا تتجاوز. هو اكبر لا تتجاوز عيب اكبر فيك على مود الفلوس ليش ليش بس خلي فيهم ليش حجيه شنو ضحك علينا ابنك جاي عاركنا وانت ساكته يا حجيه هذا باطل يا حجيه حجيه مو انت اختاريت احنا شعلي صح لا لا والمفروض يسكت حبيبي حجيه انا قلت اختار رقم 9 انا شعلي حجيه انا شعلي ترى هذا حظكم اعصابك اعصابك عيب ترفع ايدك علي مهما يكون اكو احترامات انا قلت لك اختار رقم 9 لا انا قلت لك اختار رقم 9 لا انا هو شنو ما يخالف ما اختاريت وين شنو ما يخالف ما يخالف شنو تعال يمي خلينا نختم الحلقه واتفاهم انا وياك واحكي ويا الشباب يرجعوا لك فلوسك خلينا نختم الحلقه راح ابو شيء اصلا انا قلت لك اختار رقم 9 بس خلف ايدك فارغه تضحك علينا انت بس قل لي ما خالف انت اكبر كذاب ليش ما اختاريت 5 6 7 انا قلت لك اختار رقم 9 انا قلت لك اختار رقم 9 انت بس هدي انا قلت لك اختار رقم 9 سكر شو دافع انت دخلونا اكبر كذاب هو كذاب بس وقف بس ايدك ايدك وطلعنا رقم 9 حجيه انا قلت لك اختار رقم 9 مقلب 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 هذا ابنك عراك ومشكلتك ايش قد دافع فصول من وراه والله ولا فصل ولا مؤدب هذا مؤدب أيوة هو رياضي. هو هو استاذ هذا لي كاون رياضي والله رياضي اي والله رياضه شنو كره قدم عبالي ملاكم لا لا بس يكاون ويعارك وما يخاف الحق شباب شباب الفلوس وين الفلوس اعطوني الفلوس يا شباب اعطيني الفلوس اعطيني اعطيني دور 2000 ينطيش مصرف ولا لا؟ كل شيء هذه طيبة؟ ينطيش مصرف ولا لا؟ الحجية أبا عشان طيبة تقول شكرا عمي غير فلوسكم هاي دير بالك على أمك شكرا يا أبي الله يحفظك الله يحفظك مرات العزيزة الله يسلمك يحفظكم إن شاء الله شو تبين تقولين؟ والله يعني أحيط يحفظكم ويخليكم ويخلي شعب العراقي حجية ويخليهم إيد واحدة حجية الله يسلمك حجية أكو هدية هاي هدية ثمينة هالمرة ماكو مقلب بس عندي سؤال بسيط تجاوبين على السؤال أنطيك الهدية أوكي شفتي ويانا بالمقلب الأول هو تجربة اجتماعية هاي الفقرة اللي قدمتها طيبة والفقرة الثانية اللي قدمتها أنا بس تعينا حجية عينك على الكاميرا العفو والفقرة اللي قدمتها أني هذا للفكاهة وللكوميديا أيهما أجمل مقلبي ولا مقلب طيبة اختار واحد والله يا هو اختاري يا والله اختاري والله اختارت اختارت لا ممنوع تحكي لا على أيهما أجمل مقلبي ولا مقلب طيبة والله مات الولد ايه خلينا نسال علاء يا احلى مقلبنا مقلب طيبه نقول واحد واحد مقلب طيبه ومقلب اثنين واحد كل واحد واحد هاي الهديه مقدمه من شركه سامسونج الوكيل الحصري بالعراق عقيل العبودي هاي الهديه لك حجية تبيعيها شنو هاي الهديه تبيعيها لا والله ما بيع شيء ما تبيعي لا والله احتفظ بالهديه ما تنباع لا والله ما تنباع شكرا لك حجيه شكرا للكل ساهموا ويانا اشكركم كلكم جميعا حبيبتي يوم حبيبي كلكم وشرفنا وياكم الله وصلنا لنهاية حلقتنا وشفنا رد فعل أم ليث وأبو ليث
وشفنا رد فعل علاء وام علاء. انا ما حبيت اليوم بهاي الحلقه غير ام علاء. ام علاء من جيل الطيبين وكلماتها كلش حلوه، قالت الطيبه انت وين تعرفين تخبزين؟ وين تعرفين تسوين دولمه؟ يما اروح فدوى اني لامهاتنا العراقيه. انتظرونا الاسبوع القادم بحلقه جديده من برنامج هديتك من توني.